مرحبا، فيلم أمريكي صادر عام 2020. معكم أبو يوسف من قناة ملخص أفلام. اشترك بالقناة ليصلك كل جديد. تبدأ قصة الفيلم. هاي نورا من ضمن طاقم على منشأة كبيرة اسمها كيبلر، ومهمتهم الرئيسية تنقيب عن مواد تحت البحر، والعمق اللي هم فيه 11 كيلومتر تحت البحر. وفي شائعات تقول عن مشاهدات غريبة وعجيبة بالموقع، والشركة المسؤولة عن المنشأة تنكر هذه الشائعات. نورا حست في شيء غريب، وفعلا إحساسها صدق، وتحطمت أجزاء من المنشأة من قبل زلزال قوي جدا. ونورا ورودرو استطاعوا الهروب وإغلاق البوابة لمنع الدخول المياه عندهم، وعرفوا أنه 70% من المنشأة قد تحطمت، ولازم فورا يصعدوا إلى المرفأ بواسطة كبسولة نجاة. ومكان الكبسولة بعيد عنهم تقريبا 1 ميل، ولازم يوصلوا هناك بأسرع وقت ممكن. وبالطريق نورا سمعت استغاثة شخص، وظلت تتبع الصوت عبين ما التقت بول مرمي ومحشور تحت الصخور. ولما شاف نورا كأنه رجع له الأمل بالحياة، وفهمت خطتها اللي جاية وأخذته وراحوا. وبطريقهم لقوا جثة أصدقائهم وزملائهم بالعمل. المهم وصلوا المكان اللي فيه الكبسولات النجاة، ولسوء حظهم ما لقوا ولا كبسولة، والتقوا بالكابتن وقائدهم دبلو. ونورا استغربت من وجوده وليش ما هرب زيه زي باقي الزملاء، وكان رده انه القائد ولازم يضل يطمئن على الجميع. وطمنها وحكى لها راح نطلع من هنا احياء. وبعد اطلاع على الاجهزة اتأكدوا انهم معهم 30 دقيقة للهروب، وإلا سينفجر المكان بالكامل والجميع مكتئب لا أمل بالحياة. الكبسولات النجاة اختفت والغواصات لا تعمل، ومنشأة كيبلر على وشك الانفجار. والقائد خطرت بباله فكرة، ألا وهي إنهم يروحوا لقاعدة اسمها روباك، ومن هناك بيطلعوا بالكبسولات وبهربوا. والمشكلة مش هون، المشكلة إنهم بينهم وبين القاعدة روباك كيلو ونص سباحة، وبوات الأكسجين ما بتكفي كل هالمسافة. قال لهم يا عمي بلاش، اسمعوا علي، راح ننزل إلى مصعد الحمولات حتى نوصل قاع البحر، من ثم ندخل نفق محطة الوسطى، وهناك نقدر نستبدل عبوات الأكسجين، وبعدين بنكمل طريقنا إلى روباك. يا بنعمل هيك يا بصير غدا كباب وكفتة للأسماك. وفعلا لبسوا بدلات الغوص ونزلوا طريقهم إلى المصعد. وبعد ما وصلوا لازم يفتحوا باب الدخول المصعد، بس للأسف كان الضغط هائل، وبمجرد انفتاح الباب انفجرت بدلة رودرو ومات. والكل كان مفزوع، بس إجباري يكملوا طريقهم. هم نازلين بالمصعد أجتهم إشارة نجاة من شخص، وراح بول ومعلوم يتفقدوا المكان. نورا واللي معها متابعينهم بواسطة الكاميرات، وعثروا على كبسولة مغطيها شيء يشبه الطحالب، وشيء مخيف جدا. نورا حست بالخوف وبلغت أصدقائها يرجعوا بسرعة، وفجأة نط بوجوههم وحش غريب ومخيف جدا، وحكالهم بول هذا الشيء كان يأكل الجثة عندما هجم علي. وتفاجأوا بهجوم الوحوش على المصعد، وبنفس الوقت تم انفجار منشأة كيبلر، وهنا كانوا قريبين جدا من نفق محطة الوسطى، والوحوش وراهم خطوة بخطوة، وبآخر لحظة قدروا ينجوا ويدخلوا مكان آمن، وكملوا طريقهم بنفق نص مية. بس للأسف النفق مسدود ولازم يعبروا من تحت الصخور، وأول شخصية نورا مرقت بسلام وأخبرت الجميع المكان سالك وآمن. والكل مرق، وآخر واحد هو بول، وانتبع لمخلوق خلفه مباشرة واختفى. ولما وصل عند أصدقائه حس في شي بيسحبه لورا، وفجأة الوحش سحبه وقتله، والكل شاف هالشوفة وعرفوا انه الوحش قريب منهم. وهنا وصلوا القاعدة الوسطى وغيروا عبوات الأكسجين وكملوا طريقهم، والوحوش حواليهم، وفورا اطفوا الأنوار لأنه الوحش بندذب عن طريق النور، وشغل الرؤية الليلية. والوحش هجم على سميث وسحبه داخل حفرة، ولحسن حظه لقوه لسه عايش والخطر لسه موجود. والوحش هجم من جديد وسحب الحبل المربوط بين القائد ونورا وسحبهم إلى الأعلى وسابهم واختفى. وبعد شوي ظهر عند نورا وكان أمامها مباشرة، وحاول أكل راسها بس اللي أنقذها الخوذة، وأجى القائد طعن الوحش عدة طعنات، وهي كانت أكبر غلطة بالنسبة للوحش، وسحبهم هما الاثنين بسرعة البرق إلى الأعلى. وبدلة الغوص ما بتستحمل السرعة من الضغط المياه، وبأي لحظة عبوات الأكسجين تنفجر، ونورا والقائد على وشك الموت. والقائد تصرف بسرعة وقطع الحبل المربوط بيناتهم هما الاثنين، وبآخر لحظة انفجرت بدلة القائد. وهنا وصلت نورا إلى قاعدة استكشافية مهجورة على عمق 11 كيلومتر تقريبا، وما بتعرف إنه أصدقائها لسه عايشين ولا ميتين، ولسه عندها أمل بالحياة.
ولبست بدلة جديدة وكملت طريقها، وهي بتحاول تتواصل مع أصدقائها عن طريق اللاسلكي، وفعلا التقت بصديقتها إيميلي وكانت تهرب منها وكل فكرة إنها وحش بلحقها، ومعهم صديقهم المصاب. وهنا وصلوا قاعدة روبات وهي أملهم الوحيد للنجاة، بس للأسف كانت عبارة عن منزل كامل للوحوش وتبدو بنوم عميق، والشباب الطيبة مشوا بيناتهم ولا نفس، همهم الوحيد دخول القاعدة بأسرع ما يمكن. وهنا نورا شافت شوفة بتنحزدش عليها وهي الوحش العملاق كأنها أم لجميع الوحوش، وبضربة واحدة منها فجرت أم الدنيا، والانفجار هذا صابها لنورا، ولحسن حظها إيميلي سحبتها داخل قاعدة روباك، والحمد لله وصلوا لقوا 3 كبسولات على عددهم بالضبط، بس للأسف في كبسولة من بناتهم متعطلة، ونورا خبت هذا الأمر على أصدقائها وطلعوا صديقهم المصاب بالكبسولة وأطلقوها لسطح البحر. وإيميلي انتبهت على عطل كبسولة نورا وأصرت تظل معها لإصلاحها، بس نورا رفضت وطلعتها بالكبسولة غصبت عنها وأطلقتها، وما ظل غيرها بالمكان وقعدت على الأرض تستنى بموتها والوحوش بالخارج أمام عيونها مباشرة. وانتبهت على الوحوش إنهم بلحقوا أصدقائها إلى سطح البحر، وإذا الوحوش وصلت شواطئ البحر راح تكون كارثة على البشرية. وبعد تفكير طويل قالت هناك أشياء ستحدث وتشعرك بقلة الحيلة والتوهان، لكن ليس إلا إنها مجرد مشاعر، والوحوش قريبة جدا من كبسولات الهروب تبعون أصدقائها، وفورا وبدون تردد شغلت نظام انفجار الطاقة المركزية لدى القاعدة، وأمامها دقيقة للانفجار. وآخر جملة كانت لنورا هي عندما تفقد إحساسك بوقت الظلام لذلك أشعل نور قلبك. هنا تنتهي قصة الفيلم. إذا عجبك الفيلم اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة، قناة ملخص أفلام.